السادة الحضور، لكم خالص الشكر على تشريفنا. وإذا كانت كلمتني تعبر عن اتحاد النساء التقدمي، فإن الأستاذ سيد عبد العال رئيس الحزب له كلمة الحزب، وشكرا لحضوركم. مساء الخير. وفي مناسبة لاستعادة ذكرياتنا مع الأستاذة الكبيرة فتحية العسال، يبقى الحيرة ما بين فتحية العسال الفنانة، فتحية العسال الكاتبة، وفتحية العسال المناضلة، فتحية العسال بنت الأحياء الشعبية، فتحية العسال أشياء كثيرة وجوانب متعددة، لكن افتكر ليها زي ما كل اهالي دايره قصر النيل شبابها وستاتها ورجالتها واطفالها، وانا هنا بتكلم باعتباري من ابناء هذه الدائره، ان فتحية العسال حفظت كل ابناء الدائره جملتها الشهيره اللي يقول ما يخافش واللي يخاف ما يقولش. وكان من الصدف ان الرئيس السيسي يقول جملة قريبة من هذا بهذا المعنى، إن اللي يحكم ما يخافش واللي يخاف ما يحكمش. ويعتبر أبناء دائرة قصر النيل أو اعتقدوا أن هناك تواصل روحي ما بين الرئيس السيسي وما بين فتحية العسال.